ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الميزان ليوم الاربعاء 22 يونيو حزيران 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 سبتمبر ل 3 اكتوبر. كتير من الموضوعات في الوقت الحالي مش بتمشي بالسلاسة اللي انت كنت بتخطط ليها. ممكن يكون لازم عليك انك تقبل شوية من الحاجات اللي انت مش هتعرف تغيرها. ما تسمحش لخيبة املك انها تمنعك من انك تتقدم، وتركز اكتر على كل الحاجات اللي جاية لك في الطريق. حتى لو انك كنت بتستغرق زمن اطول، هتوصل في النهاية لهدفك باصرار وصبر كبير. توقعات العشرية الثانية مواليد 4 أكتوبر ل 13 أكتوبر. هتتوقف كل الحاجات النهاردة من غير سبب واضح. على الرغم من أنك بترغب في أنك تغير مسارك وحابب أنك تلتزم بجدولك، الموضوع لازم تاخد مسار يعتبر تحويلي أكتر، مختلف أكتر، تتجنب بيه كل العقبات علشان ما تهدرش كل طاقتك في محاولات انك تتغلب عليها. ممكن تستغرق منك وقت اطول في انك توصل لهدفك، لكنك هتكسب كتير من الخبرات اللي بتعتبر قيمة اثناء ده. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 اكتوبر ل 22 اكتوبر. طريقك بيزداد صعوبة النهاردة اكتر من اللي انت كنت متصوره لما بدا الموضوع. ممكن يكون في شخص بيحاول انه يبعدك عن خطتك او حتى انه يحبطك. ما تيأس وحاول انك تشوف الموضوع ده كأنه عقبة تختبر بيها ارادتك، دافع عن خططك اكتر وامشي فيها للامام. حاول انك تتكيف مع كل افكارك علشان تعرف تتماشى مع كل الظروف الحالية. اي من الخيارين هيظهر ليك لو كان هدفك واقعي بيستحق عناء الوصول ليه ولا لا.